يا زرقاني الشيخ
زقزوقة أما الشيخة زقزوقة عمي يا أبو العصر عمي يا أبو العصر يا سيد رمضان لقيتني مخلوق عمي يا سعد عمي يا سعد أحمد يا سعد الشيخ علي يا سعد يا أبل أنا يا أبل أنا الحب عيني معي حب يقودني يقين مين الوصال فلسي مين الوصال فلسي تعالى يا باعي الغرام ادخل لعنى جزيل تعالى يا غاوي الحال ادخل لعنى جزيل ورد لسان الحال ورد لسان الحال ورد لسان الحال احضر واوعى تغيب مسالك الطريق علشان تكون ولا تزور مريد في باب العطايا مغبش عن لمحكم ابدا مغبش عن ذكركم ابدا وله دليل ووقار وقار وإفانة بمقامك يا ماما زينب ملا بالأنظار حجري على اللي بالكوى وقلبه استوى بلا نار بلا نار بلا نار ده انت المعاني بالنبي يا ماما زينب يا دير تنحطها صار جيوت هذا الشيطان من الرقي برفعنا من العرض مرة مريد في باب العطا يا مزيد
السر اهو صار واخد رموز المعاني بيرمي المثاني وبالمعاني في مدار في مدار في مدار دارك مدارك الهوى لما استوى بالغار حني عليه يما العواجز وحنن الطيره متعرفش تاخدني في دايره مبقاش انظارك شاهد انا وانت يا ولا من داخل الجار انا عاوز اسحله كفر والله يا محمد فلاح يجيلي فلاح فلاح ناس فلاح يفلح فيه ويعلمني بيان القران عاوز فلاح شكرا سجل مدنا اجل 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 وممسك في سر السر علشان تسير لما توصل لسره صار الدايرة دايرة مجمع الاخيار لاخدك مدينتي وكبنتي وسافرتي واسب لحال الله لاخدك مدينتي وكبنتي وسفنتي واسيب لحال الغار واسرح انا وامرح لما يبان لي بيان ومضار ده انت المعالي يا سلينا يا كوكب في مضار إبراهيم من النار لولا هواك انت ما نجاش إبراهيم ما نجاش الخليل من النار ولا الهدهد جاب نبأ بسبأ إلى سليمان عن الأخبار ولا يوني
عاصف خرج من الجب وبقاله في المعاني قرار ولا الحصى سبح ولا النمل قم بجدار سر جميع الأسرار حبك ملا بجنة حبك ملا وجنة وخدني في الجلجلة مع الخمار وشربت كاس المحيا وبقيت انا الصفر الصفر
غسل السر مصار والحب بجانا في أصل المعنى في الأسرار يضرب رموز المعاني بآلك بالمثال وقار سيدنا الأمير
يا سيدي شغل الصفا عيني على ابن المدى لما ينتصر بيا يحس حاله معاني وبالمعاني ينادي حضرة بأنس النبي وأصل المناسب بيا اللي على دربي يحفظ تلاقي سيدنا الحسين خمر على الضوء بيزود المعيار والشرب من اياديها يسقر في حنفيها ينظر في عين البصر ما يشوفش أما إذا نظر بعين البصيرة كل شيء بيجا ينظر ويلاقي سيدنا الخضر وإلياس في نادي أسسهم على أساس المعاني عرفوا مبانيها لا غفلوا ولا كانوا وامسك في لفظ الجليلة ووحد بيأسة ميجادة الدودة جوا الحضر عرفة من غزيلة
الشرع مجلس رجال جلسه جلسه رجال يعني احنا كنا واحده واحده كنا وسكننا على باب السجن على باب السجن الراجل دي جلسه دي يعني راجل السكر يا عم فين يا عم الشيخ كلنا هنفرش كلنا عيوبه كلنا فين يا عم الشيخ كنا طهرنا واحده نفسك ونقيها ووصل لبقى ستك السيدة زينة محمد يا قرد يا حلم الشيخ زغلول يا ستي نور الصبا يا بشيخ محمد يا مرفع خد نفسك ونقيها وصل لباب ستك السيدة زينب والزم نوى نوى دي يا تختك على بحر النبي وتغسلك غسلان بإيديها وبعد غسلها تشطفك وتنظفك وتسقيك من آية دي بس إياك على الله تقدر توافي شروط معه نية تثبت على عهد عمك لما تتمكن بمداريك